مقام الهيام إحساس عميق وكله احتياج، أن الذي يعشق المحبوب ويعشق المعشوق يتعلق به، وعندما يتعلق به ينظر في كل أحواله فيقبله على الجملة وعلى التفصيل. نعم، الهائم في المحبوب يقبل محبوبه جملة وتفصيلة، لا يكره منه شيء، يقبله بكل ما فيه، بل ويتحول نقده له من نقد سلبي إلى نقد إيجابي. لما؟ لأنه الهيام. فعندما ينظر الإنسان في أي مخلوق من المخلوقات، في أي إنسان على وجه البسيطة، يحمل معاني الإنسانية، فيتعلق قلبه به حباً ورغبة وعشقا حتى يصل به إلى الهيام.